وعن أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم العربية والعالمية.